فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والوقت الحاضر ليس كذلك الوقت. الوقت الحاضر أحواله أشد تعقيدا، والأعداء أكثر استيقاظا، ونشر ما يؤذي وسائله أوفر، فالناس محتاجون لأن يكون لهم مزيد صلة بالله وقوة التزام بشريعته، وأن يتخذ كل واحد منهم جزءا من وقته يناجي خالقه جل وعلا، يستجير به، يستعين به، يسأله الثبات على الحق، يتضرع إليه أن يحفظه ويحفظ ذريته وأهل بيته وأهل بلده والمسلمين في كل مكان. ربنا جل وعلا يحب منا أن نسأله، ووعدنا بالإجابة، فقال وهو أصدق القائلين: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال جل من قائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فيحتاج كل واحد منا أن يتخذ جزءا من وقته يدعو لنفسه وأهل بيته وولده وقرابته وأهل بلده، ويدعو المسلمين، فإن المسلمين في أكثر بلاد الإسلام في لأواء وشدائد ومحن وخطوب وتعرض لاعتداءات من كل مكان، والمسلم أخو المسلم يحتاج لأن يهتم بإخوانه، يدعو لهم بالتوفيق، يسأل ربه أن يفرج كربهم.